كانت في الواقع زيارة ناجحة وموفقة لهذه النخبة من رجال الفكر والأدب والثقافة والفن البحرينيين الذين استضافهم مركز إطراء، وهي زيارة تم خلالها النقاش والحوار حول جملة من البرامج والفعاليات التي سيتم من خلالها التعاون بين المثقفين والمفكرين والفنانين والأدباء السعوديين وإخوانهم البحرينيين. هذه النخب البحرينية الرائعة المثقفة سواء في الأدب أو في الفن كانت زيارتهم مميزة وتشرفنا فيها، تشرفنا بالكتب المهداة لمركز إثراء والأعمال الفنية كذلك، وإن شاء الله بإذن الله هذه الزيارة تثمر عن أعمال مستقبلية بيننا وبين إخواننا في البحرين. ونحن مؤمنين أن إثراء مثل ما هو منصة ثقافية سعودية للعالم، هي كذلك إثراء كذلك منصة ثقافية للبحرين للعالم بمشيئة الله تعالى. هذا الصرح الحضاري العظيم الذي لم شمل كل التراث وكل الثقافة الحقيقة أكد أن هناك حراك ثقافي كبير في السعودية. هذه الزيارة بلا شك تمثل حلقة مهمة جدا في العلاقات الثقافية ما بين المملكة العربية السعودية وما بين البحرين، فشكرا لجريدة البلاد التي ساهمت في تجسير هذا الجانب وخلق مناخ وفرص لفعاليات ثقافية بحرينية في إثراء. طبعا احنا بصفتنا كجمعيه البحرين للفن المعاصر، وهي اول جمعيه في الخليج العربي تعني بالفنون التشكيليه، ان تكون لنا مساهمه باهداء هذه اللوحه. اللوحه هي عباره عن احدى انتاجات سمبوزيوم الخليج للفنون اللي كانت جريده البلاد هي الراعي الاعلامي لهذا الحدث الدولي الضخم اللي حصل في البحرين، ويعتبر الاضخم على مستوى العالم كسمبوزيوم والاشمل ك ملتقى لم 170 فنان في مختلف المجالات. حبينا يعني نقدم هذه اللوحة وتظل بصمة بحرينية موجودة في المملكة العربية السعودية. فعلا هناك في هذا المكان يشتغلون في حوالي 500 سعودي وسعودية كلهم على قدر المسؤولية. اللي شفنا من متاحف ومن مسرح ومن روايات وكتابات وإلى آخره فعلا تعبر عن ما سوف يبنى عليه، وهذه اللي قاعد السعودية تراهن عليه. والحقيقة استمتعنا بالجولة التي قمنا بها مع الوفد المرافق إلى مختلف أقسام هذا الصرح الكبير، بالذات المكتبة الكبيرة التي تضم أكثر من 250 ألف كتاب، بالإضافة إلى المتحف الذي اشتمل على عدد كبير من اللوحات والأعمال الفنية وأيضا التحف الأثرية المتوفرة فيه. كما حضرنا أيضا عرض مسرحية الأمير الصغير لفرقة قادمة من برودواي، واشتملت على عدد كبير من التقنيات الجميلة والسينوغرافيا المتقنة التي استمتعنا بحضورها ومشاهدتها. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة الآن أو فريق عمل يقوم بتنفيذ كل هذه الأفكار إلى برامج محددة ضمن تواريخ و أيام محددة أيضا، بحيث يعني تكون ضمن إطار برامج المركز. بعض المرابج إن شاء الله مثل المعارض الفنية وغيرها ستتم في البحرين أيضا، هذه هي الفكرة.